بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد مهمة، لأن احنا خلاص بنتكلم في نهاية الأسبوع وقبل 48 ساعة من المواجهة الحاسمة والفاصلة في مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا العام الحالي أمام القطن الكاميروني. المباراة التي تقرر إقامتها يوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بقيادة تحكيمية لطاقم تحكيم كاميرون بقيادة بيتر أويرو. إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة للنادي الأهلي أداء ونتيجة، وإن كانت النتيجة في هذه الفترة أهم شيء بالنسبة لمواصلة المشوار والتمسك بالأمل في الجولة الأخيرة في حال خروج نتيجة مباراة سان داونز والهلال بالتعادل السلبي أو الإيجابي، أو حتى فوز بطل جنوب إفريقيا في المباراة اللي هتقام يوم السبت في اليوم التالي لمباراة النادي الأهلي. الفريق النهاردة سافر إلى الكاميرون، يصل حوالي الساعة 8 أو 9 في الحدود من 8 ل 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله بإذن الله تصل البعثة بسلامة الله استعدادا لهذه المواجهة الحاسمة. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة، وزي ما قلنا امبارح ان باذن الله ان شاء الله الكلام المؤكد قبل الاعلان الرسمي من الفيفا ان الاهلي هيكون موجود في كاس العالم للانديه 2025 في النسخه الجديده، وبالفعل زي ما قلنا امبارح في برنامج الترند اتحقق الكلام ده بشكل رسمي عقب نهايه الحلقه وعقب اجتماع اللجنه التنفيذيه. الفيفا اعلن بشكل رسمي ان النادي الاهلي من اوائل الانديه المشاركه في نسخه كاس العالم للانديه في الشكل الجديد في عام 2025. عموما كل التوفيق للأهلي في كل المباريات والاستحقاقات القادمة، وإن شاء الله الأهلي يستعيد النتائج الأبرز أو النتائج الإيجابية خلال الفترة اللي جاية، وتبقى فرصة لمصالحة الجماهير بشكل كبير في الفترة اللي جاية. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تغادر إلى جروة استعدادا لمواجهة القطن. وفي الترند المحلي، فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل. وفي الترند العالمي، صلاح يسعى لتحقيق رقم جديد في دوري الأبطال. استعراض مباريات اليوم، النهارده في مجموعه من المباريات في دوري أبطال أوروبا واستكمال مباريات جوله الأمس، وكمان في مباريات في الدوري الإنجليزي. نبدأ بمباريات دوري أبطال أوروبا وجوله الإياب. طبعا قمة الجولة في دور ال 16 مباراة ريال مدريد وليفربول، مباراة تقام على ملعب سانتياغو برنابيو ملعب الريال، وهتكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة. كلنا فاكرين طبعا مباراة الذهاب اللي اتلعبت في ملعب الأنفيلد انتهت بخسارة ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبالتالي ليفربول عشان يتأهل محتاج يكسب 4-0. نابولي في مواجهة مع انتراخت فرانكفورت، أكيد يعني أكيد مواجهة محسومة لأن نابولي كسب في ألمانيا بنتيجة 2-0، فصعب جدا ان الفريق الالماني يكسب نابولي في ايطاليا 3-0. طيب مباراة الدوري الانجليزي الساعة 9:30 النهارده في نفس التوقيت المباراتين، ساوثهامبتون بيستضيف برينتفورد وبرايتون بيستضيف كريستال بالاس. النهارده ان شاء الله هتكون مواجهات حاسمة، وباذن الله نستمتع بمواجهة القمة ما بين الريال مع ليفربول، وكل التوفيق يا رب لمحمد صلاح في تخطي هذه المواجهة الصعبة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب خلاص احنا دخلنا في المراحل الحاسمة وبنتكلم في قبل مباريات الجولة الخامسة ب 48 ساعة، وهتبقى أولى المباريات يوم الجمعة. في مباراة هتسبق مباراة الأهلي مع القطن في مباراة المريخ والترجي، لكن مباراة الأهلي والقطن هتكون الجمعة الساعة 6 زي ما قلت في بداية الحلقة. الفريق خلاص اختتم كل تدريباته وكل استعداداته في جنوب إفريقيا. النهاردة كان في تدريب صباحي وهو آخر تدريب أقيم في ملعب جامعة بريتوريا قبل السفر اللي كان حوالي الساعة 3-3:30 في الحدود دي. يمكن الفريق استقال الطائرة الخاصة للسفر من جوهانسبرج. لكن اليوم بدأ إزاي؟ كان في فطار حوالي الساعة 9 الصبح، بعدها كان في تحرك لملعب جامعة بريتوريا، التمرين حوالي الساعة 10 صباحا. الفريق النهاردة أدى كامل التدريب بشكل كويس جدا. قبل التدريب كان في محاضرة، وقدامكم على الشاشة طبعا كواليس تحرك الفريق من ملعب التدريب. والنهاردة كان كولر بيتكلم مع لاعبين في أمور عديدة جدا متعلقة بقى بإزاي نلعب مباراة القطن، إزاي نكسب، إزاي نعمل تحدي في هذه المباراة. يمكن طبعا عدى على مباراة سان داونز، احنا بنتكلم في حدود حوالي 4 أيام يعني، فقدر الجهاز الفني يخرج شوية من أجواء هذه المباراة ويبدأ يركز على المباراة اللي جاية. قدامكم طبعا كل الكواليس وكل اللقطات الخاصة بإقامة الفريق، بتدريبات الفريق،
ويمكن طبعا شايفين الفريق عقب نهايه المران رجع بسرعه على فندق الاقامه عشان يستعد ويبدا ياخد بقى الحقائب وكل ادواته للسفر الى جوهانسبرج. طبعا الفريق كان مقيم في بريتوريا، المسافه بين بريتوريا لجوهانسبرج حوالي ساعه بالباص، فاحنا بنتكلم يعني كانت حوالي 60 كيلو المسافه بين بريتوريا لجوهانسبرج. وقدام قوى الفريق بعد ما رجعوا من التمرين ونازلين ورايحين خلاص يركبوا الاتوبيس وهيطلعوا على المطار. بشكل عام النهارده كولر يعني كان قدر الامكان بيحاول يحط اللمسات النهائيه بالنسبه لتدريب الفريق. قدامنا كمان الاستاذ طارق قنديل رئيس البعثه مع عدد من اللاعبين واللحظات الاخيره بقى قبل السفر من جنوب افريقيا. السفر كان حوالي الساعه 3:30 في التوقيت ده، يمكن الطائره استقلت او طارت الى الكاميرون، هتطير مباشره الى مطار جروه. طبعا انت لو في رحله طيران عاديه استحاله تكون فيها كل التسهيلات دي، لان انت هتسافر من جوهانسبرج مفيش طيران مباشر من جنوب افريقيا لجروه، هتضطر تنزل مثلا في ياوندي او دوالا ثم بعد كده تاخد طيران داخلي. استحاله طبعا يكون في سفر عن طريق البري، لان الطريق البري انت بتتكلم في حوالي اكتر من 1000 كيلو متر، فده استحاله يحصل اصلا في الادغال الافريقيه، مش كارهاق بس، لا ممكن يكون في مخاطر. فعشان كده اداره النادي بتوفر الامور دي ازاي؟ انك بتحاول توفر رحله سفر بطياره خاصه. فالطياره كانت وصلت الفريق لجنوب افريقيا قبل المباراه بيومين، رجعت تاني القاهره وسافرت امبارح عشان توصل النهارده صباحا في جوهانسبرج عشان تستعد لطبعا السفر مع الفريق الى جروه. الفريق يوصل حوالي من حدود ل 8 ل 9 مساء بتوقيت القاهره. خلال التوقيت ده هيكون الفريق وصل ان شاء الله بسلامه الله الى جروه استعدادا لمواجهه القطن الكاميروني. الاجواء في جروه عكس الاجواء في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا حاليا في حراره، درجه الحراره تتراوح من 25 ل 30 درجه مئويه، لكن الرطوبه بسيطه. في الكاميرون في التوقيت ده الرطوبه عاليه جدا. يمكن انا سافرت الكاميرون وحضرت يمكن حوالي 3 مباريات مع الاهلي في القطن الكاميروني تحديدا. الاجواء هناك صعبه، الاقامه، المعيشه، يمكن ملعب التدريب اتغير للافضل. بعد ما الكاميرون استضافت كاس الامم 2021 كلنا شفنا طبعا التطوير اللي تم في ملعب احمدو اهيجو، هذا الملعب اللي هتقام عليه المباراه هو ده ملعب نادي القطن الكاميروني في مدينه جروه. تم تغيير ارضيه الملعب، المدرجات كلها بقت كراسي، غرف الملابس تم تعديلها، فالامور اتغيرت نوعا ما. الملعب ده يمكن الحمد لله الاهلي عمره ما رجع منه بنتيجه سلبيه، يا يتعادل يا يكسب. حتى لما المباراه اتلعبت في ظل هطول امطار كبيره جدا وتعادت في اليوم التالي، في اليوم التالي الاهلي حقق نتيجه افضل من نتيجه المباراه اللي اتلغت وقت ما كان 0-0 والمباراه الثانيه اتعادت والاهلي اتعادل 1-1. بس في التوقيت ده كان في لعيبه بتقدر تلعب مباريات كبيره، وده اللي احنا عايزينه من لعيبه الاهلي في مباراه يوم الجمعه. طيب مزيدا من التفاصيل، وبما اننا بنتكلم على مباراه الاهلي والقطن، افضل يعني حد يكلمني عن هذه المباراه والاجواء في جروه، لان عاش الاحداث دي وكان ليا الشرف ان انا كنت موجود معاه في العديد من الرحلات الافريقيه واهمها بالتاكيد رحله جروه، الزميل العزيز والاستاذ القدير الاستاذ علاء عزت. استاذ علاء مساء الخير. اهلا مساء الخير استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وزمان. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك، واكيد لما نتكلم على مباراه القطن وفي جروه احنا الاثنين اكتر ناس ممكن نتكلم على الاجواء دي، بس مش عايزين نستعيد الذكريات الحزينه. لا مش نستعيد طبعا، هي كانت واحده من اغرب الرحلات فعلا يمكن في تاريخ النادي الاهلي كله الافريقي. الواحد المباراه دي كانت من اغرب الرحلات بالنسبه له، كانت رحله صعبه جدا، والمفاجاه كمان ان الامطار اللي حصلت يعني فجاه المباراه اتلعبت في ظروف طبيعيه جدا، وبعد كده فجاه الملعب بتحول، شفنا امطار وسيول وعواصف. يعني انا عمري في حياتي ما شفت يعني جو اتغير 180 درجه بالشكل ده، واحنا شفنا الاماكن اللي كانت مخصصه للجهاز الفني طارت ودخلت جوه الملاعب بالظبط جوه الملعب، وشفنا الامطار ازاي والملعب تحول لبركه ميه، وشفنا محاولات النادي الاهلي كان بقى تقريبا 13 دقيقه والمباراه تخلص، وكان النادي الاهلي بيحاول ان يستكمل المباراه دي. النتيجه كانت 0-0 والنادي، لكن الحكم رفض انه يستأنف في المباراه. وفاكر جدا الكابتن سيد ابو حفيظ لما نزل الملعب مع اللعيبه وكانوا بيتحايلوا على الحكم انه يعيد المباراه، لكن للاسف الشديد طبعا الحكم لغى المباراه دي، وكانت الظروف قاسيه جدا جدا على اللعيبه. رجعنا الفندق فوجئنا محمد طبعا، فاكر ان الاتحاد الافريقي اعلن المباراه ثاني يوم على طول، يعني كان اللوائح حتى بتقول 48 ساعه. كان الكابتن محمد يوسف وكابتن هادي خشبه على ما اتذكر كان يعني لما عرفوا ان المباراه ثاني يوم على طول بعد 24 ساعه في نفس الملعب ونفس المكان، كانت في حاله من القلق والرعب، ازاي هنقدر نلعب مباراه ثانيه بعد 24 ساعه؟
لكن انت حضرتك يا محمد برضه قلت جمله مهمه جدا، كان في جيل تاني مختلف من اللعيبه، جيل يتحمل الصعوبات دي. وسبحان الله المباراه الاياب اللي اتعملت تاني يوم، او المباراه اللي اتلعبت تاني يوم، خلصت بنتيجه 1-1، ومباراه الاياب هنا خلصت 1-1. يعني لو كانت مباراه الذهاب، يعني لو كان الاهلي زي ما كان بيتمنى شفت ان المباراه تخلص 0-0، لو كانت خلصت 0-0 وخسرنا، والمباراه الاياب هنا خلصت 1-1، كنا نخرج بالبطوله. لكن سبحان الله يعني ربنا كان رحيم جدا، والقدر لعب دور كبير جدا مع النادي الاهلي. الرحله دي انا بجد من الرحلات الصعبه جدا جدا، الفندق والاقامه والاكل والملعب والمباراه والجماهير كمان، كانت مباراه صعبه جدا. يمكن يعني فاكر لما الكابتن محمد يوسف عمل تغيير واحد تاني يوم، يعني انا فوجئت ان قلت له يعني ازاي اللعيبه تعمل استشفاء، ما كانش في وقت الاستشفاء، اللعيبه اصلا كانت شاربه ميه، ما لقوش ثلج اصلا في الاوتيل وقتها. انا فاكر الكابتن محمد ابو مظبوط العيله مدرب اللياقه البدنيه وقتها موجود بيدور على اي حاجه ممكن يعمل بيها استشفاء، يعني ده حتى الاطالات اللي اتعملت كانت بتتعمل في الكوريدور في الدور الارضي والدور الاول. ده كمان كان الكابتن محمد يوسف كان مرعوب ان وقتها اللعيبه تصاب بنزله برد شديده جدا، لان الامطار نزلت سيول، واللعيبه كانت خارجه في حاله بدنيه صعبه جدا، كان اللعيبه كانت صعبه جدا يعني. وانت طبعا كنت فاكر الاتوبيس المتواضع جدا كانوا راكبينه، فالامور كانت صعبه جدا على اللعيبه. لكن عشان كده انا كنت مرعوب، يعني انا كنت فاكر ان النادي الاهلي ثاني يوم هيتعرض لهزيمه ثقيله جدا جدا. يمكن التغيير واحد بس تقريبا حصل، كان كابتن وائل جمعه كان اساسي، ثاني يوم لعب شريف عبد الفضيل تقريبا مكانه بالظبط، ولعب بنفس ال 11، كانت بالنسبه له مفاجاه كمان انه يلعب بنفس التشكيل ونفس بتاع. لكن فعلا كان جيل الاهلي مختلف، التحديات كانت عندهم اكبر، كان عندهم استعداد ان هم البطوله دي كمان كانوا هم عايزينها بشكل غير عادي، عشان يسعدوا جماهير النادي الاهلي بعد الظروف الصعبه بتاعت حادثه استاد بورسعيد. فكان اللعيبه كان عندها قدره على تحمل المواقف. بس فعلا يا استاذ محمد والله زي ما قلت، الرحله دي واحده من اغرب الرحلات اللي شفتها في حياتي للنادي الاهلي يعني. والاهلي كان في حاله رهيبه يعني، تركيز ومعنويات ورغبه في العوده، رغم انها كانت مباراه ذهاب في الاول والاخير يعني. يعني كنا ممكن نتكلم على التحديات ورغبه الفوز، لو كانت مباراه عوده ومباراه محتاجه الاهلي مطالب فيها بنتيجه ايجابيه، لكن دي كانت مجرد مباراه ذهاب بس يعني. ما كان ممكن اللعيبه يعني تستسهل الامور شويه وتيجي تقول لك مش مشكله اخسر 1-0 هناك واجي اكسب هنا 2 اكسب 3، لكن اللعيبه كانت مختلفه جدا، كان جيل مختلف. كان جيل مختلف، وانا فاكر كمان اتذكر وقتها، بس مش عكش في السر يعني، الناس كانت بتقول وقتها للكابتن محمد يوسف لو عايز تغير في التشكيل غير، مفيش ما يمنع. فاحد اللاعبين قال له يا كابتن لا، ما ينفعش، المجموعه اللي بدات بيها لازم تبدا بيها بكره. حتى اللعيبه من جواها مش عايزه تغير، لا عايزه تبدا، عايزه تلعب، حتى لو انت مرهق، حتى لو انت مجهد. انا لما فهمت بعد كده المغزى من المعلومه ان هو لا يا كابتن احنا نقدر نلعب بنفس التشكيله الاساسيه، حسيت حتى ان اللعيبه من جواها لو في اجهاد لا هنلعب، هنكسب، هنسعد الجماهير. انا فاكر محمد على العشاء، فاكر كويس جدا على العشاء، الكابتن محمد يوسف سمع الكلام ده من اللعيبه، بس كان خايف ان يكون ده مجرد رغبه يعني، حماس عند اللعيبه. لكن انا عارف كويس جدا ان هو راح تقريبا عدى على اوضه اللعيبه كلها وقعد مع كل اتنين مع بعض، يعني خلينا مع بعض، اللي مش قادر يقول لي وانا هعمل تغيير، اللي مش قادر يقول لي انا هعمل تغيير، ما تتضايقوش ما تزعلوش، المباراه كانت صعبه عليكم، تعبتوا تقريبا 70 دقيقه في اجواء صعبه جدا، لسه من النهارده لاعبين 70 دقيقه في المطر كمان، زودوا المباراه، قال لهم انتوا ما لعبتوش 70 دقيقه، انتوا لعبتوا 700 دقيقه، لان كنتوا لعبتوا حوالي 30 دقيقه في سيول ومطر. فقولوا لي يعني بالظبط، اللعيبه كلها خرجت بعد العشاء، بقول له يا كابتن هتعمل تغيير، قال لي تخيل ولا واحد طلب التغيير ولا واحد، قال لي الوحيد بس اللي عنده شكوى كان هو وائل جمعه. وائل جمعه ما كانش عايز، كمان كان عايز يلعب مباراه، لكن قال له وائل انت عندك حاجه في الضمه تقريبا على ما افتكر، او السمانه كانت وجعاه، فقال له لا انا هريحك ماتش بكره، ولكن هتكون على الدكه. وفعلا كان وائل جمعه على الدكه، كان موجود، كابتن شرف فضيل لعب مكانه، وعملوا مباراه بجد كانت مباراه رائعه. الاهلي كان متاخر بهدف وابو تريكه اتعادل، وكان الاهلي ممكن يفوز في المباراه دي. لكن يعني انا المباراه دي ممكن لو يعني لو مش عارف يعني لو الجيل الجماهير الموجوده دي حد يفتكر المباراه دي، مش عارف هي المعاناه دي لسه فاكرينها كويس. المباراه دي مرت عليها تقريبا 10 سنين يا محمد، 10 سنين بالظبط، فصعبه جدا ان الناس تكون فاكراها بكل تفاصيلها. لكن بجد يعني لو قناه النادي الاهلي كانت تمتلك حقوق نقل بس المباريات دي، والمباراه يعني اتذاع المباراتين دول مع بعض، الناس هتعرف قد ايه ان كان في جيل أكيد. جيل عظيم صح. في النادي الاهلي، صحيح. في جيل كان طيب. بجد يتحمل كل حاجه. طيب ماتش الجمعه، وده لقاء الفرصه الاخيره اذا كنت عايز يبقى ليك فرصه وامل في المنافسه في انتظار نتيجه اليوم التالي ما بين الهلال وصن داونز، ممكن تشوف المباراه دي ازاي؟ الاهلي ازاي يقدر يتخطى ما حدث في لقاء بريتوريا
ويقدر او تقدر اللعيبه حتى تدافع عن حظوظها في مباراه الجمعه امام القطن الكاميروني اللي بالتاكيد ما عندوش اي حظوظ وهيلعب مباراه للشهره مش اكتر. مظبوط يا محمد، انا شايف ان احنا يعني دلوقتي بنتكلم على احنا كل اللي اتكلمناه اللي فات ده كله، ده كله بيتكلم على حاجه واحده بس، روح لعبت النادي الاهلي بس. بالظبط. يعني مباراه 2013 كانت مجرد مباراه روح، ما كانش فيها فنيات. يعني لكن انا شايف ان الكره في ملعب لعيبه النادي الاهلي فقط، انا بصراحه اي نتيجه مش هحاسب فيها جهاز فني. اي نتيجه انا بصراحه ولا هتكلم على تشكيل ولا هتكلم على اجهاد ولا هتكلم على ارهاق ولا هتكلم على شيء، انا هتكلم على روح لعيبه النادي الاهلي. المباراه دي بجد دي فصله ليهم هم، مش فصله لتاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن يخسر بطوله وهيرجع يكسب 100 بطوله بعد كده، لكن صح. في اجيال هي اللي بتخسر، يعني في اجيال هي اللي بتدفع الثمن. انا شايف ان دي مباراه لاعبين، انا يعني دي مباراه لاعبين. انا محمد ان شاء الله باذن الله انا واثق في لعيبه النادي الاهلي، وواثق ان الغضب الجماهير وصل لهم بشكل كبير جدا، وواثق ان هم عندهم رغبه ان هم يستعيدوا ثقه الجماهير فيهم. استعاده الثقه دي حاجه مهمه بالنسبه لهم، فمفيش فرصه افضل من المباراه دي ومباراه الهلال السوداني. بغض النظر عن اي حاجه محمد واي حسابات اخرى، لعيبه النادي الاهلي مطالبه ان هي تعمل يعني تعمل مباراتين بشكل مختلف، يعني تعمل مباراه القطن الكاميروني وتعمل مباراه الهلال السوداني هنا بغض النظر عن اي حسابات اخرى. جماهير الاهلي ممكن تزعل، لكن جمهور النادي الاهلي اكثر ما يزعله لما يلاقوا لعيبه مش قادره تدافع عن سمعه النادي وتاريخ النادي، دي صح. اكثر حاجه. فانا شايف ان لعيبه النادي الاهلي عندهم فرصه عمرهم، يعني من حسن حظهم ان المباراه ان في المسافه صغيره جدا، مسافه زمنيه، لو كان رجوع القاهره هنا، لو كان رجوع مباراه القاهره وكان في فرق مسافه زمنيه 15 يوم بين مباراه صن داونز وبين مباراه القطن الكاميروني، كان لعيبه النادي الاهلي هتعاني هنا لو كانت رجعت القاهره، كانت هتعاني نفسيا ومعنويا بشكل كبير جدا، كانت هتعاني من الاعلام، هتعاني من ضغوط الجماهير، لو كانوا لعبوا مباراتين في الدوري كان الناس هتبقى زعلانه منهم، لكن القدر حسن حظهم على فكره ان هم فضلوا في جنوب افريقيا عشان يلعبوا المباراه الثانيه بعد اسبوع. انا بقول لك هم محظوظين جدا يا محمد، لما بقول لك ترتيب مباريات وطبعا يعني الترتيب ما كانش في الافضل، يعني تقديم اول مباراه للاهلي دي لخبطت العمليه شويه، لكن لو الاهلي كان مشي بالسيستم الطبيعي للمباريات كان ممكن يكون رؤيته افضل، لكن انا شايف ان اللعيبه محظوظه جدا جدا ان مباراه القطن تيجي بعد ايام قليله جدا ويكونوا في جنوب افريقيا، يقدروا يرجعوا بصوره مختلفه للجماهير. يعني لما تروح تعمل عرض كبير كبير في الكاميرون ومكسب كبير ومكسب باداء مقنع، اكيد الصوره تختلف شويه، وانت عارف ان الجمهور احنا جمهور عاطفي، يعني جمهور النادي الاهلي كان غضبان جدا من مباراه صن داونز، لكن خلاص الجمهور ابتدى دلوقتي يرجع يديهم الدعم تاني كمان، حتى يمكن القدر نفسه كمان يعني سبحان الله يا محمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكفف عن جمهور النادي الاهلي في كل المحن الصعبه، في عز الازمه دي تيجي لك التاهل لكاس العالم، يطلع قرار الفيفا يعني حاجه يعني بجد يعني سبحان الله القدر قد ايه، ربنا والقدر والناس كلها بتحاول تخفف عن جماهير النادي الاهلي. قبل كده برضو لما حزننا على ماتش الوداد البيضاوي يجي القدر يروح مدي لك انك تشارك في البطوله دي، حاجات قدريه بحته، بيتكرر نفس السيناريو، انت حزين وجماهير من النادي الاهلي مش متفائله ان الفريق يكمل، تيجي ربنا يروح مدي لك منحه الهيه جديده انك انت تروح تلعب كاس العالم للانديه، دي ممكن كمان تكون دفع للعيبه نفسها كمان ان احنا هنروح كاس العالم. نتمنى ان شاء الله باذن الله. فانا بقول لك يا محمد هي دي مباراه لاعبين، انا بصراحه يعني اي نتيجه لا قدر الله سلبيه، انا لا احمل الجهاز الفني ولا احمل اي حد، احمل اللعيبه بس ان دي مباراه لاعبين، وانت عندك منافس ما عندوش حاجه يبكي عليها، وده سلاح ذو حدين، لكن انا واثق جدا ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي اكيد الدرس كان صعب عليهم جدا، واكيد هم وصلتوا لمسافه الغضب دي، فانا متفائل خير لعيبه النادي الاهلي باذن الله، هتفرحنا يوم الجمعه ان شاء الله بعرض قوي جدا ونتيجه كويسه ان شاء الله باذن الله. استاذ علاء انا بشكرك، ودايما كده لما تيجي تسيره جروه لازم تبقى معايا عشان نستعيد الذكريات الجيده اللي في الملعب، سيبك من الذكريات بره الملعب عشنا عليها اسبوع 10 ايام بعد ما رجعنا من القاهره، لكن ان شاء الله ربنا يوفق الفريق في ماتش الجمعه باذن الله. كان كلام مهم جدا مع الصديق العزيز والاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي في كلامه بخصوص مباراه الاهلي والقطن الكاميروني، وبصراحه يمكن هو رصد الحاله بشكل كبير جدا، ايه اللي هيحصل في الكاميرون واجواء الكاميرون، واسترجعنا الذكريات اللي حصلت من 10 سنين عشان برضه لو
في امكانيه اللعيبه تسمعنا هذه المداخله ممكن توصل لهم، يعرفوا اللي حصل من 10 سنين. كابتن سيد كان موجود وقتها، يمكن طبعا الجيل ده اللي موجود حاليا ما كانش عايش فتره 2013، بس في التوقيت ده لا يعني كانت في صعوبات، يعني ما فيش فريق في العالم واجهها ولا شافها ويحقق نتيجه ايجابيه ويفوز بدوري ابطال افريقيا. فالقصه مش قصه فنيات بس ولا قصه تكتيك، لا في تحديات وفي امور داخل الملعب ممكن تتغلب عليها لو عندك الروح وشخصيه النادي الاهلي، وده اللي كان دايما بيميز الاهلي، وده اللي كان بيخلي الاهلي دايما في افريقيا عنده كبرياء، ده اللي كان بيخلي الاهلي دايما في افريقيا عنده كبرياء، واجه ظروف كتيره قوي صعبه جدا وفي اصعب من جروه، في رحلات كانت في انجولا، بقول لكم الواحد عاش مع اجيال مختلفه رحلات كتيره، شفنا مواقف صعبه جدا جدا، بتسافر في طريق بري وسط ادغال افريقيه فيها مخاطر كتيره، بس اللعيبه من جواها عايزه تعمل حاجه لنفسها ولاسمها ولتاريخها ولجماهيرها، وقبل كل ده جماهيرها. لما كانوا بيشوفوا الجمهور بيسافر من القاهره يروحوا يسافروا مثلا، ينزلوا اديس ابابا، يركبوا اتوبيس من اثيوبيا عشان يوصلوا كينيا، بيعدوا على اكتر من حوالي دولتين فيها مثلا 1000 2000 كيلومتر. في حد ممكن يعمل ده في ادغال افريقيا؟ ممكن يتعرض لاي مخاطر، ومع ذلك كانت الناس بتسافر عشان تفرح وتخلي الكيان ده وتخلي المكان ده رقم واحد، اسمه عالي في السماء ومرفوع دايما ما بين كل الفرق الافريقيه. فبالتالي الجيل اللي موجود الحالي ده لازم يدافع عن التاريخ ده، بس قبل ما يدافع عن التاريخ يدافع عن اسمه والتيشيرت اللي بيرتديه ويعمل نتيجه ايجابيه. وحتى لا قدر الله اذا الاهلي لم يتاهل، المباراه الاخيره مع الهلال هي مباراه رد اعتبار لتفاصيل كثيره. ماتش الهلال السوداني على المستوى الفني انت محتاج ايا كانت نتيجه الجوله الخامسه، كسبت اتاهلت ما تاهلتش، ماتش الجوله السادسه ده رد اعتبار ليك على المستوى الفني قدام المنافس اللي واجهك في مباراه الهلال السوداني او مباراه الهلال في السودان، لازم ترد اعتبارك بشكل كبير في انتظار بقى السنوات الجايه لما يكون عندك ماتش مع سان داونز. مش لازم تكسب دوري ابطال افريقيا، لازم ترد اعتبارك قدام الفريق ده تحديدا على المستوى الفني، ولازم تكسب كوره جوه الملعب زي ما كسبك بشكل قوي جدا كوره في الملعب خلال الكام سنه اللي فاتوا. عموما نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف ترند الاهلي، وكمان عايزين نتكلم على المشاركه في كاس العالم للانديه اللي احنا امبارح اتكلمنا عليها وتحقق بشكل رسمي عقب نهايه الحلقه لما تم اعلان قرارات اللجنه التنفيذيه. بعد الفاصل كل ده هنتكلم فيه في الفقرات اللي جايه من برنامج الترند. كاس العالم للانديه والقرار اللي تم اتخاذه من اللجنه التنفيذيه في الفيفا بالامس بخصوص ايه اللي هيحصل في النسخه اللي هتتلعب 2025. امبارح احنا في برنامج الترند ويمكن اول برنامج اتكلم من خلال الظهور امبارح على القرار المنتظر بخصوص النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، ويمكن العديد من الصحف الأوروبية كانت اتكلمت التوقعات يعني بخصوص الأندية اللي هتشارك، وكان الاقتراح إن الأندية اللي فازت بالبطولات القارية اللي هي الأساسية والرقم واحد في كل قارة، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال إفريقيا، ولكن الاتحادات اللي هي هيشارك منها أربع أندية أو أكثر، يعني زي الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الأوروبي. فبالتالي الأهلي فاز بنسخة 2021، الوداد الرياضي المغربي فاز بنسخة 2022، ونسخة 2023 اللي بتتلعب حاليا، والنسخة القادمة 2024، دول اللي هيشاركوا في كأس العالم للأندية 2025. لسه مش متحدد طبعا هتتلعب فين، في كلام ممكن تتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، في كلام ممكن تتلعب في آسيا، تبقى ما بين الصين أو كوريا واليابان، كل ده هيتحدد خلال الأشهر القليلة القادمة إذا تم فتح باب العطاءات الدول اللي ممكن تنظم هذا الحدث الكبير. ولكن تحدد خلاص ريال مدريد، تشيلسي من أوروبا، الأهلي والوداد من أفريقيا، الهلال السعودي طبعا يعني من قارة آسيا، في فلامينجو وبالميراس من أمريكا الجنوبية، يعني تحدد ما يقرب من حوالي من 8 إلى 9 أندية هتشارك في النسخة المقبلة. لكن بغض النظر عن كل التفاصيل الفنية أو الإدارية أو القرارات اللي اتخذت امبارح من اللجنة التنفيذية في الفيفا، في حاجات كده يعني بتبقى فيها رسائل للأهلي ولجمهور الأهلي وللأهلاوية بشكل عام، إن في توقيت ما لو أنت عندك مشاكل أو عندك ضغوطات أو نتائج لا قدر الله سلبية، بتيجي كده نقطة ممكن تكون بصيص أمل، التف حوالين المكان والتف حوالين الكيان عشان كلنا نخرج من الكبوة اللي احنا موجودين فيها. الكل بيعترف ان في اخطاء، ولكن عشان نخرج من الكبوة دي اكيد اكيد يعني مهم جدا التفاف جميع العناصر عشان نخرج من هذه الخسارة اللي تمت في مباراة سان داونز، ويبقى في تطوير للفترة اللي جاية، لان في النهاية اللي بينتقد
او حتى اللي مستني الامور تتحسن، الاثنين هدفهم واحد، ان النادي الاهلي دايما يفضل رقم واحد. فبالتالي النقد الايجابي وتصحيح الاخطاء مطلوب كمان. فالنهايه كلنا بنتمنى ان النادي الاهلي يسير الى الافضل، وده اللي كلنا بنتمناه، وده الشعار اللي كلنا بنمشي وراه لما بنقول على الحلوه والمره معاه. فكانت لحظه مهمه جدا بالامس ان جمهور الاهلي ولو يعني ساعتين ثلاثه كده خبر يسعده شويه بعد الاحداث اللي تمت خلال الاسبوع الجاري في نتيجه مباراه سان داونز والاهلي يوم السبت اللي فات. طيب ترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، لان ترند الاهلي اكيد فيه تفاصيل سواء بالاحداث اللي تمت في الساعات الاخيره او اللي هيحصل على مباراه الجمعه اللي جايه. الوطن سبورت النهارده فاجئنا ان ياسر ابراهيم يشكو من الاصابه قبل مواجهه القطن الكاميروني. اصابه ياسر طبقا لما نشر على موقع الوطن عباره عن الام في عضله السمانه، خضع لفحص طبي وهيبقى فيه تدريبات استشفائيه، ولكن بنسبه كبيره بات ياسر ابراهيم جاهزا للمشاركه مع الاهلي خلال الايام القليله المقبله. ولكن كل الامور دي اكيد هتتحدد يوم الخميس، النهارده اكيد في رحله سفر، بكره الفريق بقى لما يواصل تدريباته في جروه هنبدا نشوف جاهزيه الفريق ان شاء الله لمواجهه القطن. هل ممكن يحدث تعديلات تغييرات على التشكيل؟ احنا سايبين الامر ده للجهاز الفني، علينا ان احنا نتفرج ونشوف هيحصل ايه. مهما اتكلمنا اصل شيل ده حط ده، لا قرارنا ولا حتى راينا هياثر بشكل فني كبير على الجهاز الفني. فننتظر ونشوف، والجهاز هو اللي شايف اكتر مني ومن اي حد حاله اللعيبه اللي قدامه في المعسكر. طيب حساب كوره 11، الدفع بالثنائي الناري في خط الهجوم، وكمان كولر يدرس القيام بتغييرات بالجمله في تشكيل الاهلي لمواجهه القطن في دوري ابطال افريقيا. طبعا الثنائي الناري احنا بنتكلم على الدفع بمحمود كهربا ومحمد شريف من بدايه المباراه، عشان انت محتاج تكسب، اي نتيجه سلبيه مش هتساعدك وهتبقى خلاص يعني اعلان رسمي ان انت خرجت من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. ولكن برضو فكره الدفع بمحمد شريف او الدفع بكهربا ويبقى في اثنين موجودين في البدايه مع وجود بيرسي تاو، مع الدفع بحسين الشحات لو هو جاهز بنسبه 100%، اجراء تغييرات في نص الملعب في خط الدفاع، كل ده هنشوفه خلال الساعات الجايه. انا كل اللي يهمني النتيجه، التفاصيل الفنيه دي يعني نشوفها بعدين، لكن المهم النتيجه دلوقتي. حساب بطولات وتصريحات النهارده لمدرب فريق القطن الكاميروني، قال دوافعنا امام الاهلي ستكون اكبر، نلعب من اجل سمعتنا في ارضنا، وحضور اللقاء للجماهير الكاميرونيه سيكون مجانيا من اجل حضور اكبر عدد وتحقيق الفوز. حق مشروع لارنست اجابور المدير الفني الكاميروني لفريق القطن ان هو يتكلم عن حظوظ فريقه، ان هو عايز يلعب بشرف، عايز يكسب، عايز يسعد جمهوره، عايز يدخل جمهور بشكل مجاني عشان الملعب يمتلئ عن اخره، كل ده حق مشروع. ولكن التصريحات وهذه الدوافع ما بتظهرش قدام كبير الا قدام كبير القاره. يعني حتى في سان داونز، حتى لو مدى التطور اللي حصل في سان داونز وابرام الصفقات والتعاقدات، بس ما بيحصلش الدوافع دي او ما بتحصلش الدوافع دي الا ما بيلعب الاهلي، لانه عارف انه بيلعب كبير القاره، كبير القاره الافريقيه وصاحب الرصيد الاعلى من البطولات الافريقيه. فكل واحد عايز يعبر عن نفسه، شايف ان في مسرح عايز يظهر فيه بشكل كويس، فهيعبر عن نفسه قدام مين؟ قدام كبير القاره الافريقيه. فالتصريحات دي طبيعيه ومنطقيه، ولكن اللعيبه بقى لازم تاخد التصريحات دي بمحمل الجد وتعبر بجد ان هي بتلعب في فريق هو كبير القاره الافريقيه، عشان الناس لما بتلعب قدامك وبتظهر بشكل كبير لازم انت كمان تدافع عن اسمك وسمعتك وترد على التصريحات دي، ولكن جوه الملعب وتكسب وتحقق نتيجه ايجابيه، لان انت زي ما بيقولوا انت اكبر فريق في افريقيا، فلازم تعبر عن ده في الملعب. نفس التصريحات ولكن بشكل مختلف من فلوران مبينجي المدير الفني للهلال السوداني، هو مدرب كونغولي بيدرب فريق الهلال في الموسم الحالي، وقال الاهلي يعاني من اجهاد بعد العوده من كاس العالم للانديه، واعتقد ان فرصنا افضل من الاهلي. طبعا اتكلم على ان اعتقد ان لاعبي الاهلي الان مختلفين عن ما لعبت ضدهم من قبل مع فيتا. طبعا المدرب ده خسر من الاهلي في ملعب فيتا 3-0 في كينشاسا، واحاول ان ابني فريق قوي مع الهلال، والاهلي يعاني من اجهاد بعد العوده من كاس العالم، واعتقد ان فرصنا افضل من الاهلي. خلي اللي يتكلم يتكلم، عايز ترد رد عليه في الملعب، حتى لو خرجت بعد ماتش القطن، الجهاز ده والمدير الفني ده وفرقته جاي هتلعب مع الاهلي في القاهره، رد عليها في الملعب، اكسبها، اعمل عليها سكور، اعمل عليها سكور، حتى لو انت خرجت من دور المجموعات، لازم يبقى فيك رد، ليك رد اعتبار جوه الملعب.
فلوران مبنجي من اكتر المدربين اللي خسر من الاهلي على فكره، من اكتر المدربين اللي خسر من الاهلي في سابق المناسبات يعني الماضيه في كل المباريات سواء دوري ابطال او اي حاجه في الفتره اللي فاتت. هو ماسك فريق الهلال دلوقتي، شايف ان حظوظه افضل، عنده مباراه سان داونز لو كسب تاهل، فاكيد هو بيقول لك لعيبه الاهلي اختلفوا عن ما لعبت ضدهم. لا، هي نفس الفرقه، هي نفس الفرقه. انت لما لعبتها في القاهره وتعادلت 2-2 شلت على ملعبك 3. فاعتقد اللعيبه لما التصريحات دي تقراها لازم ترد جوه الملعب، وده اللي بيميز الاهلي، دايما رده في الملعب ودايما بيدافع عن كبريائه قدام اي منافس مهما بلغت قوه المنافس ومهما حضر جمهور لاي منافس. وده اللي كان بيميز الاجيال المختلفه، وده اللي خلانا اتعمد ان يكون معانا النهارده استاذ علاء عزت عشان نشرح للناس اللي حصل من حوالي 10 سنين. فنتمنى الدوافع دي تكون موجوده عند اللعيبه. طيب، حساب يلا كوره استكمالا لتصريحات فلوران مبنجي المدرب او المدير الفني للهلال، بيقول مباراه سان داونز نهائي وسنحاول الفوز على الاهلي في القاهره. يعني بيأكد حتى هو لو ما كسبش سان داونز وما تأكدش من فكرة التأهل، هو شايف ان هو ممكن يجي القاهرة ويكسب الأهلي. أعتقد دي رسائل ممكن توصل للعيبة عشان يبقى ليها رد فعل على المباراة الأخيرة مع الهلال السوداني. ساعتها بقى لا هيبقى في قصة إجهاد، أصل ضغط مباريات أنت بتدافع عن نفسك وعن اسمك، مفيش حاجة تانية ممكن تتقال. لا احنا هنقول ولا الجمهور هيقول. التصريحات دي لما تتقال من مدرب الهلال انه حتى لو ما عرفش يكسب سان داونز وهي مباراه نهائي بالنسبه له، هيجي ويحاول يكسب الاهلي في القاهره حتى لو هو تاهل. فمفيش بقى اكتر من كده، التصريحات لازم ترد عليها في الملعب خلال الفتره اللي جايه. الوطن سبورت وفي ختام ترند الاهلي بيقول الاهلي يجدد عقود 3 لاعبين والاعلان نهايه الموسم. تفاصيل الخبر يعني بيتكلموا ان في يعني محاولات لتجديد عقد حسين الشحات وياسر ابراهيم وتمديد عقد محمود متولي وتعديله ماليا. طبعا من غير ما ادخل في تفاصيل بخصوص هذا الموضوع، كل الكلام ده مؤجل اصلا للفترات اللي جايه. انت عندك ضغط ماتشات ومش توقيت حتى وانت في الاحداث الافريقيه الحاليه تتكلم على تجديد او تمديد، لكن طبعا بعض الزملاء بيحاولوا يجتهدوا قدر الامكان. لكن طبعا انا باكد ان الموضوع ده حاليا ليس على طاوله الاجتماعات في النادي الاهلي، واكيد هيتم مناقشته ولكن في التوقيت المناسب. نخرج لفاصل ثم نواصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح للترند المحلي لان اكيد الشان المحلي برضو فيه تفاصيل وكلام مهم جدا في الساعات اللي جايه. حساب الاتحاد المصري لكره القدم بيقولوا ان في مؤتمر صحفي لفيتوريا السبت للاعلان عن تفاصيل معسكر مباراتي ملاوي. يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر الاول مؤتمر صحفي في السنه تظهر السبت الساعه 2 الظهر يوم السبت المقبل بمقر اتحاد الكره. هيعلن القائمه وهيعلن اختياراته، وطبعا شيء انا شايفه شيء جيد انه في المؤتمر الصحفي يعلن قائمه الفريق عشان لو في تساؤلات او في استفسارات من الزملاء الصحفيين والاعلاميين يبقى في رد على طول سريع من جانب المدير الفني البرتغالي. انا بشيد بصراحه بهذا الموقف. كان سهل جدا تعلن القائمه زي كل المنتخبات اللي اعلنت القوائم بتاعتها النهارده وامبارح واول امس، ولكن كويس انك تعلنها مع الاعلام والاعلام يسالك في نفس الجلسه اللي هتعلن في القائمه. لكن ايا كانت اللعيبه اللي هتبقى موجوده، مهم جدا نحقق 6 نقاط في مباراتي ملاوي، الاولى في القاهره يوم 24 مارس والثانيه في ملاوي يوم 28 مارس. مهم جدا لان انت في البدايه كسبت غينيا كوناكري لكن خسرت من اثيوبيا 2-0، وموقف المجموعه كل المنتخبات متساويه في النقاط 3 نقاط، فالفرصه لسه فيها مشكله ومهم تكسب المباراتين المقبلتين. طيب، حساب اتحاد الكره النهارده اتكلم على معسكر الحكام، وده الفوج الثاني من حكام الدوري الممتاز من خلال معسكرهم اللي بيعقد تحت اشراف لجنه الحكام باتحاد الكره ورئاسه البرتغالي فيتور بيريرا. طبعا قدامنا يمكن اعضاء اللجنه، يمكن على يمين فيتور بيريرا كابتن ايمن دجيش عضو اللجنه، على يسار الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه، وعدد من الحكام كان شايف محمد معروف وشايف حماده القلاوي وشايف عدد من الحكام الموجودين في الفوج الثاني. عايز اعلق بس تعليقين مهمين جدا قبل ما انتقل للملف الثاني في الترند المحلي. الصوره الاولانيه لما اتعرضت لمعسكر الحكام كان كل واحد في اللجنه بيرتدي زي او في راعي عكس الراعي الثاني، وده كان طبعا غلطه يعني كارثيه ما كانش ينفع تحصل. الصوره المره دي لا، بروفيشنال، الكل بيرتدي نفس الزي، زي موحد للجنه الحكام. دي نقطه على فكره، حتى لو هي نقطه بسيطه لكن بتبين لك الناس دي محترفه ولا جايه تهزر. فكده بدايه على المستوى الاداري كويسه، على المستوى الفني
اللي عمله فيتور بيريرا في مسألة الإعداد البدني للحكام في التوقيت ده أفضل قرار، لأن الراجل محتاج يشوف الحكام جاهزين ولا مش جاهزين. وبالمناسبة في حكمين ثلاثة الراجل اتفاجئ بنتائجهم، في حكم تعرض لإصابة بدون ذكر أسماء يعني، في حكم روح مرضيش يخضع للاختبار البدني، وفي حكم ثالث رسب في الاختبار البدني رغم أنه من أكتر الحكام بياخدوا ماتشات الفترة اللي فاتت في الدوري الممتاز. فالبداية من فيتور بيريرا أنا متفائل بيها جدا، ولكن بعد ما تخلص فترات المعسكر الحكام هقول لكم على الحكام، مين اللي نجح، مين اللي فشل في اختبار اللياقة البدنية، ومين اللي هرب ومرضيش يخضع لاختبار اللياقة البدنية. طيب نروح لآخر حاجة في الترند المحلي، كرة بلس اتكلموا على ان اتحاد الكرة كشف احقية وليد سليمان في الحصول على رخصة التدريب ايه. انا بصراحة مش شايف فيه ازمة، لان انا وليد خد الرخصة البي، وطالما خد السي والبي من حقه ان ياخد الاي، ولو خد البي وهو بيلعب ده حق مشروع. وقدام لكم على الشاشة هو حتى دفعها دعيسة حياته، يعني هو بيلعب راح خد الرخصة البي، فاللايسنز البي معاه، فحقه انه يترشح في الرخصة ايه. طيب في ناس حابه تخش من خلال المسار السريع، وعشان تخش في المسار السريع لازم ما تكونش لا خدت السي ولا البي عشان تدخل على الايه، والمسار السريع ليه معايير معينه، بتنطبق على لعيبه كتير حابه تخش دلوقتي بدون ذكر اساميهم يعني عشان ما احرجش حد، ولكن انت حضرتك خدت السي، فطالما انت خدت الرخصه سي ما ينفعش تخش على المسار السريع على طول، يبقى لازم تاخد تدرج اللايسنس واحده واحده، تبدا بالسي خلاص معاك السي تخش في البي بعد كده الايه، لكن ما ينفعش تاخد السي وتخش مسار سريع على الايه، اصلا الكاف مش هيعتمد ده. فعلى هذا الاساس وليد عنده احقيه، وفي لعيبه تانية حتى لو تاريخها كبير بس في نظام اداري الاتحاد الافريقي حطه ما ينفعش نتجاوز عنه. ده الترند المحلي، فاصل ثم نواصل والفقره الاخيره من برنامج الترند. الترند العالمي، وده الفقره الاخيره النهارده من برنامج الترند، في تفاصيل مهمه جدا. هنتكلم على ارقام قياسيه لمحمد صلاح وارقام قياسيه لهالاند. هالاند عامل ارقام قياسيه غريبه بصراحه في الدوري الانجليزي، لكن نبدا بصلاح لان النهارده على اعتاب رقم قياسي مهم جدا في ظل انه هدف يعني كان من كام يوم خد الهداف التاريخي لفريق ليفربول في طبعا مباريات الدوري الانجليزي، لكن النهارده على بعد هدف واحد هيتخطى بيه ديدي دروجبا. حساب انفيلد ووتش بيتكلموا على ان لو سجل صلاح مساء اليوم في شباك ريال مدريد سيصبح الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا بعد أن تساوى مع ديدي دروجبا نجم منتخب الكوت ديفوار برصيد 44 هدف. يعني هل تتخيلوا النهاردة هدف لصلاح في مرمى ريال مدريد هيكون 45 هدف، هيكون الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا، رقم قياسي يعني هيفضل محفور في التاريخ وفي أذهان الجميع خلال السنين اللي جاية، هداف تاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي وهداف تاريخي للافارقه في دوري ابطال اوروبا. الله يبارك لك يا صلاح بصراحه يعني على السمعه الجيده للكره المصريه في الملاعب الانجليزيه. طيب حساب اوبتا للاحصائيات على تويتر بيتكلموا على هالاند. هالاند القصه بالنسبه له مش في الهاتريك بس، لا ده كمان سجل هالاند 5 ثلاثيات لمانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم، اكتر ب3 مرات من اي لاعب اخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في اوروبا. يعني بنتكلم على الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني والفرنسي، انه اول لاعب في الدوري الانجليزي يسجل 5 هاتريك في موسم واحد منذ تسجيل طبعا هاري كين في موسم 2016-2017، وكل ده ولسه ما يقرب من حوالي 10-14 مباراة في مباريات الدوري الانجليزي. طيب نروح كمان لاحصائية جديدة كمان لهالاند، وبيقولوا من خلال حساب اوبتا ان هالاند ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد لويس إدريانو في أكتوبر 2014. بصراحة يعني أرقام كبيرة جدا لهالاند في أول موسم ليه مع مانشستر سيتي، وطبعا كل التوفيق لصلاح في مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا أمام الريال. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.